اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب طبعا بيكم مره تانية في 60 دقيقه طوكيو. رجعنا تاني ولسه طبعا عندنا كلام كتير جدا على اولمبياد طوكيو 2020. بكره في لقاء هام جدا لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله الساعه 9:30 صباحا قصاد منتخب الارجنتين، اكيد لقاء هام جدا. وعشان نتكلم اكتر عن اللقاء المهم ده معانا كابتن هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الاولمبي واكيد واحد من نجوم الكوره المصريه. مساء الفل على حضرتك يا كابتن هاني. مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدين قناة أم سبورت. أكيد طبعا برحب بوجودك معانا في 60 دقيقة طوكيو. عايزين نتكلم عن لقاء بكرة، لقاء أكيد هام جدا بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي قصاد منتخب كبير زي منتخب الأرجنتين، يعني منتخب قوي جدا. توقعات حضرتك إزاي للقاء ده وشايفه إزاي كمان؟ والله طبعا يعني هاخد من يمكن المباراة اللي فاتت منتخب أسبانيا يمكن بطل أوروبا، يمكن بعض الناس بتنتقد أداء المنتخب على المستوى الأوروبي، لكن أنا رأيي الشخصي إن إحنا طلعنا بنتيجة أعتقد إيجابية أمام منتخب كبير زي منتخب أسبانيا بطل أوروبا، وكان يمكن من أسابيع قليلة كان 4 أو 5 لاعبين بيشاركوا حتى في طبعا اليورو 20. مباراة الأرجنتين اعتقادي مباراته أمام أستراليا وهزيمته 2-0 صعبت من الأمور شوية. منتخب الأرجنتين طبعا منتخب كبير ومنتخب قوي جدا، يعني هزيمته اللي فاتت أمام أستراليا يعني خلت الأمور بالنسبة له هيكون في تركيز أكبر كتير جدا جدا، هيكون طبعا بالنسبة له منتخب مصر طبعا منتخب كبير، لكن أكيد هيصعب الأمور بشكل كبير، لكن كلنا ثقة في منتخبنا إن شاء الله يعمل نتيجة إيجابية. طيب الفترة اللي فاتت دي وبعد اللقاء الأول لمنتخبنا الأولمبي قصاد منتخب أسبانيا والتعادل السلبي، شفنا ناس بتشيد طبعا بكابتن شوقي غريب وشافوا إن التعادل مع منتخب كبير زي منتخب أسبانيا ده زيه زي الفوز مثلا، والبعض الآخر انتقد طريقة كابتن شوقي غريب. حضرتك شفت ده إزاي؟ والله طبعا يعني الإجمالي طبعا النتيجة الإيجابية، مفيش شك إن التعادل مع منتخب بطل أوروبا والأسماء الموجودة على مستوى التشكيل المنتخب الأسباني أكيد النتيجة إيجابية، لكن يعني احنا عايزين ودايما يعني بنبص للافضل، يعني الاداء الهجومي ما كانش اداء، يعني كان فيه برضه رهبه زياده شويه، احنا دايما عايزين وخلاص. احنا اعتقادي الشخصي ان احنا يعني لعيبه المنتخب الاولمبي الموجودين دلوقتي عندهم الشخصيه الدوليه، عايزين ننزل المباريات عندنا هذه الشخصيه الدوليه. منتخب أكيد. كبير بنلعب منتخبات كبيره، لكن احنا كمان لازم يكون عندنا اداء الى حد ما هجومي، عندنا اداء نقدر يعني في فترة من الفترات لازم نستحوذ على الكرة بشكل أفضل، لكن إجماليا طبعا النتيجة كانت نتيجة إيجابية ونتمنى إن شاء الله الفوز بكرة على إن شاء الله بإذن الله. طيب وجود الثلاث لعيبة الكبار شناوي حجازي والونش، هل شفتوا وجودهم عمل فرق مؤثر أثر بطريقة إيجابية أو يعني إدى إضافة بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي؟ في ناس كانت بترشح أسامي أخرى، ولكن شايف إن الأسامي دي كانت هي الأفضل؟ والله طبعا ما فيش شك طبعا خبرات محمد الشناوي حارس مرمى كبير بيمر بافضل مستوياته، وحجازي خبرات كبيره جدا على المستوى الاوروبي على المستوى الدولي على المستوى الافريقي، حجازي لعب كاس عالم للكبار وكاس عالم صغيرين ولعب 2 اولمبياد فخبرات كبيره، الونش من افضل المدافعين موجود في مصر. صحيح ما فيش شك وجودهم اضاف الى يعني للطريقه اللي كابتن شوقي وده حق اصيل ليه ان هو حابب يلعب بالطريقه ديت، يمكن طريقه دفاعيه شويه يعتمد شويه على هجمه مرتده او ممكن كره ثابته، لكن الثلاثي اكيد قاموا بادوار هايله يعني وخاصه الونش اللي قام بدور اكثر من رائع يعني. طيب جمهور الكره المصريه كان متعشم كتير جدا في وجود محمد صلاح ومصطفى محمد مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020، لكن للاسف ده ما حصلش بسبب اعتراض الانديه اللي بينتمي ليها صلاح ليفربول او جلطه سراي بينتمي ليه مصطفى محمد. هل شفت ده اثر سلبا على المنتخب؟ خلينا نتكلم اولا ده حق اصيل للنادي، يعني الاولمبياد ما تبقاش زي كاس العالم او حتى على مستوى المباريات الافريقيه، حق اصيل للنادي طبعا، ومحمد صلاح يمكن مش يعني السنه اللي فاتت ومشوار طويل جدا ويعني مباريات كثيره طبعا، نادي ليفربول شاف من مصلحته يكون موجود وكذلك مصطفى محمد. ما فيش شك ان طبعا عدم وجود صلاح اثر على النواحي الهجوميه بشكل كبير، مع مصطفى محمد مهاجم كبير جدا برضه كان هيكون ليه دور، لكن طبعا دور محمد صلاح كان هيكون دور ايجابي بشكل اكبر. زي ما بقول يمكن اختيارات طبعا كابتن شوقي محترم جدا جدا اكيد، وهو بيشوف السيناريو اللي يناسبه اللعيبه اللي تناسبه، لكن ما فيش شك غياب محمد صلاح اكيد اثر على النواحي الهجوميه للمنتخب المصري. طيب لو سالت حضرتك يا كابتن هاني عن مستوى اكرم توفيق، لو حضرتك متابع طبعا مع النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت ومع المنتخب الاولمبي، شايفه ازاي؟
مستوى ما شاء الله، يعني مش عايزين نحسده طبعا، مستوى هايل جدا جدا، وبيقدم مباريات على اعلى مستوى اكرم. يمكن انا كان يعني من ما كنت موجود في انبي وكان لسه عنده يمكن 17 سنه، شفته في مباراه وصعدته للفريق الاول، ولعب اول مباراه بالنسبه له مباراه رسميه امام نادي الزمالك وانا موجود في انبي. فالروح القتاليه العاليه اللي بيتميز بيها اكرم، لسه كمان ولد صغير عنده كمان ان شاء صحيح. الله اللي جاي، اللي جاي ان شاء الله بالنسبه له يكون افضل. لكن على مستوى الفني، على مستوى الاداء، على مستوى الرجوله كان هايل، اذا كان بيلعب حتى باك يمين او حتى في ديفندر وسط ملعب. طيب اخيرا كابتن هاني، توقعات حضرتك لمشوارنا في اولمبياد طوكيو 2020، توقعاتك ايه لمنتخبنا في اللقاء القادم، وكان ممكن يوصل لفين في مشواره في اولمبياد طوكيو؟ لا طبعا المباراة اللي جاية مباراة مفصلية في مشوارنا، يعني ان شاء الله باذن الله نحقق نتيجة ايجابية، والنتيجة الايجابية بالنسبة لي ان احنا ان شاء الله نفوز. يعني منتخب استراليا منتخب برضه عنده عناصر جيدة جدا، احنا ماشيين خطوة خطوة. مباراة نتيجة معقولة امام اسبانيا، الاداء ما كانش على مستوى الهجوم كويس، لكن امام المنتخب الارجنتيني اعتقد هتبقى مباراة صعبة على الاثنين، يعني صعبة على الارجنتين وصعبة علينا، لكن اتمنى اشوف فيها اداء هجومي. وانا في اعتقادي عندنا العناصر والاسلحه الهجوميه، ان احنا لو يعني عندنا شجاعه في الاداء الهجومي اعتقد ان احنا ممكن نسجل، ولو سجلنا امام منتخب الارجنتين اعتقد ان شاء الله نخرج بنتيجه ايجابيه، وتبقى مباراه استراليا اقل ضغوط. يعني مش هتكون مباراه الارجنتين هي لا اهلنا، لكن ان شاء الله مكسبنا امام الارجنتين تبقى خطوه كبيره جدا جدا أكيد. للوصول للدور الثمانيه ان شاء الله. أخيرا كابتن هاني، حضرتك كنت المدير الفني السابق لمنتخبنا الأولمبي، عايز أسألك عن الفرق في يعني ما بين أي بطولة وما بين الأولمبياد، هل الأولمبياد بيكون ليها طعم خاص أو شكل خاص؟ مفيش شك طبعا، يعني انا وانا لاعب كنت لعبت في كاس العالم، وانا كمدرب يعني كان ليا شرف ان انا موجود في اولمبياد لندن 2012. الاولمبياد اكبر محفل عالمي على مستوى الرياضيين في العالم كله، يعني صحيح. بطولة كبيرة جدا جدا، كل أنظار العالم بتنظر للأولمبياد، ما فيش شك. الأولمبياد كمان خلينا نتكلم إنها كانت محطة انطلاقة للعيبة للاحتراف الخارج زي محمد صلاح، زي كيني، زي حجازي. فإن شاء الله بإذن الله أولادنا قادرين إن إحنا إن شاء الله نوصل لأبعد نقطة، وكمان على مستوى المحترفين يطلع أكثر من لاعب بإذن الله للدوريات الأوروبية من خلال طوكيو 2021 إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا كابتن هاني رمزي، المدير الفني السابق لمنتخبنا الأولمبي.